موجز الواحدة من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. شيع أبناء شعبنا جثمين شهداء الثلاث منصور الشوامرة وعمر محمد عمرو إلى مثواهم الأخير في قرية القبيبة شمال غرب القدس وخالد قاطقة في بلدة بيت فجار. وسلمت سلطات الاحتلال أمس جثمين شهداء الثلاث للارتباط المدني بعد فترة على احتجازهم. ومعنا عبر الهواء مباشرة مراسلنا علي دار علي من مقبرة القبيبة. علي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك زميلتي بكل وضوح. الآن جرى يعني مراسم دفن الشهداء وجثماني الشهيدين منصور شوامرة وعمر عمرو هنا على أرض بلدة القبيبة إلى الشمال الغربي للعاصمة المحتلة. آلاف المواطنين أموا موكب التشييع ومن مختلف يعني القرى والمخيمات في المحافظة. أيضا كان هناك حضور لافت لأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح وأيضا شخصيات اعتبارية وأعضاء من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان. الهتافات كانت منددة بجريمة الإعدام والاغتيال والتصفية لجثماني الشهيدين قبل نحو 9 أيام، والذين ارتقوا هناك وتحديدا أمام منطقة باب العمود. الوضع الميداني هنا على الطرف المقابل، دعيني أسمح لي وأطلب من زميلي المصور بأن يلتقط الصور على الطرف المقابل. هناك ما تسمى بمستوطنة هرادار الجاثمة على أراضي المواطنين، حيث تندلع أيضا مواجهات غاضبة مع قوات الاحتلال للتنديد بالجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا. قوات الاحتلال المتمركزة زميلتي وفرق ما تسمى بحرس الحدود تقوم يعني كل بضع دقائق قليلة بإطلاق وابل من الأعيرة المطاطية إضافة للقنابل الغازية. هل اتجاه هل هناك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال؟ نعم بالفعل نستطيع ان نؤكد هذا بحسب ما ترونه بعدسه الكاميرا. الان يعني جنود الاحتلال ينتشرون عبر الطريق الاستيطاني هذا ويقومون ايضا بملاحقه الشبان واطلاق للاعيره المطاطيه والقنابل الغازيه. ربما الغاز الان يصل الى هذه المنطقه حيث نحن متواجدون هنا. مركبات الاحتلال يعني تقوم بالاعتداء على المواطنين، بينما على يعني بعد بضعة أمتار تقوم بحماية المستوطنين وتأمين الأمن لهم. هذه المفارقة، مفارقة جيش الاحتلال الذي يتعمد يعني الإرهاب، يتعمد الإذلال، يتعمد أيضا إجبار المواطنين. حتى الآن يعني هناك الحشود المتواجدة، وحيث نقوم هنا زميلتي الآن أعداد كبيرة بدأت بمغادرة ربما هذه المقبرة نظرا لاستهداف قوات الاحتلال للمنطقة بوابل كبير من الغاز المدمع، وهو الغاز السام الذي فور استنشاقه يعني يؤدي إلى صعوبة في التنفس بحسب ما ترون أعزائنا المشاهدين وأيضا زميلتي. يعني أعداد من المواطنين بدأت بالابتعاد قليلا. حتى في تشييع الجثامين هم مصممون على يعني مواصلة إرهابهم وإجرابهم، لا يريدون يعني الزخم الشعبي والاحتضان الشعبي بأن يتم وأن يعكروا صفوة المواطنين في هذا العرس، عرس الشهداء هنا خلال موارد جثمانيهم الثرى. نعم، إذا علي دار علي نتمنى السلامة لكم جميعا ورحم الله شهداء فلسطين. هدمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين رائد مسلمة ومحمد عبد الباسط الحروب بمحافظة الخليل. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير سامت وفرضت حصارا عليها قبل أن تهدم منزل الأسير الحروب المتهم بقتل مستوطنين، فيما هدمت منزلا آخر في قرية طروسة يعود للأسير مسالمة المتهم بقتل مستوطنين.
اعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنا من الضفة الغربية بينهم كفيف، وقد تركزت معظمها في محافظة نابلس. قال نادي الأسير في بيان له أن 13 مواطنا اعتقلوا من محافظة نابلس، وستة من محافظة جنين، وخمسة من محافظة رام الله والبيرة، فيما اعتقل ثلاثة من الخليل وبيت لحم وأريحة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.